حقيقة كرة القدم النسوية في طول كرم هي حديثة العهد. بدأت في نادي ثقافي طول كرم عندما أصبح للنادي شراكة مع مؤسسة خطوات، بدأ الاهتمام بكرة القدم للبنات. شكلنا مجموعة بنات وعيننا مدربين متخصصين بفريق البنات، وساعد وجود بعض طالبات كلية التربية الرياضية من مطوري بدرسن تربية رياضية. كمان كان هناك نموذج لفتاة اسمها يمن المصري، كانت لاعبة متفوقة رغم صغر سنها. استمر تدريب بالبرنامج خطوات سنوات طويلة في نادي ثقافي طول كرم. أصبح هناك طموح لدى النادي بتشكيل فريق قدم للبنات. تشكل هذا الفريق من مجموعة من بنات خطوات بالإضافة إلى بعض طالبات كلية التربية الرياضية في حضوري. شاركنا في بعض البطولات وفي بعض المباريات الودية. بدأت فكرة كرة القدم بالانتشار في المحافظة، بالإضافة إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم من خلال أنشطتها في كرة القدم النسوية لأسباب تتعلق بالإمكانيات. توقف العمل مع هذا الفريق في نادي ثقافي طول كرم، لكن كان هناك بعض الزملاء في اتحاد كرة القدم من محافظة طول كرم عملوا على إعادة تشكيل الفريق وعينوا الأجهزة الفنية للفريق وشاركوا في بطولات خماسيات كرة القدم وحققوا نتائج ممتازة على مستوى محافظات الشمال. بعد ذلك فكروا بالانتقال إلى المرحلة الثانية اللي هي مشاركة في بطولة كرة القدم 11-11، وهم الآن مشاركين يقدموا أداء جيد في تطور، لكن حتى الآن لم نصل إلى المستوى المطلوب، خاصة في ظل وجود فرق كديار وسرية رام الله وشابات العاصمة ونادي بلدنا. لكن الوضع بشكل عام يسير بالاتجاه الصحيح. أعتقد أن المستقبل سيبشر بوجود كرة قدم نسوية في محافظة طول كرم. أنا طبعا هوايتي كرة القدم، يعني بحبها جدا ومشاركة بفريق شابات الكرم وبلعب معه صار لي حوالي سنة ونص يعني تقريبا. وطبعا الفريق عماله بتطور شوي، ولكن يعني هو بحاجة لدعم الناس ودعم المؤسسات أو شركات عشان نقدر إنه ننهض بالفريق أكثر، وعلى أساس تكون محافظة الكرم زي باقي المحافظات الثانية عندها فرق ولها اسم كمان. يعني أنا أصغر واحدة بالفريق، جيت على أول ما تأسس الفريق أنا جيت ودعموني أهلي وعائلتي وكل أهلي. جيت عشان أمكن حالي وأصير لاعبة ومشهورة ومنيحة، يصير اسمي بجميع الجرايد وأحسن واحدة بالفريق أكون وأعرف أمرر وأضرب وهيك شغلات، وإن شاء الله يكون فريقنا أحسن فريق بالمحافظات أجمع. فريقنا هو فريق أسس بفكرة صغيرة، بس هو يعني بأمال كبير، يعني إحنا بنتمنى إنه نوصل كمان، بس للأسف في إمكانيات. إحنا بدنا يعني بنتمنى من جميع الناس يعني إنهم يدعمونا ولو بيعطونا كمان إمكانيات مادية، لأنه حرام في هون كتير إمكانيات شابة، حرام إنه يعني ما تتطور وتندعم كمان. يعني صرنا يمكن سنة ونص بندرب وإشي وهيك، نتمنى يعني إنه نوصل لمستويات عالية. أنا مثلا إجاني طلب من المنتخب، أنا ما قبلت بس لأنه دراستي وإشي زي هيك، بس إن شاء الله بس أخلص دراستي رح أتابع مع الفريق إن شاء الله إنه نوصل لمراتب عالية. انتميت لفريق شابات طول كرم من حوالي 8-9 شهور. أنا عندي موهبة كرة القدم من أنا صغيرة، بس ما كان في الفرق أو ما كان في الاهتمام بالكرة النسوية بالمجتمع المحلي. انتميت للفريق من خلال شخص آمن بموهبتي الرياضية وحكى لي إنه في فريق تأسس جديد وعشان أنتمع إليه. هلأ حارس بفريق شابات الكرم، يعني أنا ماسك الفريق. الفريق اللي معي موهوب جدا، بدنا اهتمام معنوي قبل المادي. بوجه رسالة لجبريل الجوب انه يهتم بفريقنا، فريق شابات الكرم مثل الفرق الثانية. الفريق عماله يعني بتباطأ بحضور التدريبات، من يعني
بسبب عدم اهتمام الزيادة للفريق،